هي أنا اجت تزامنا مع تصريح رئيس بلدية الغباري. يعني اول شيء خلينا نقول انه انشاء معامل بلبنان كل عمره هيدي من وقت اللي وضعت خط الكهرباء بال 2010 لهلا هيدا المطلوب. معروف انه لبنان عنده نقص بالانتاج، طيب ما في خطه كهرباء لانشاء معامل. هلا اذا بدنا نعمل لمركزيه معامل كل منطقه تعمل معملها لحالها غال، خلينا نناقشها بلكي مطرح لمركزيه ككل بكل شيء بالكهرباء وبغير اشياء ونطبق قانون لمركزيه ونروح الى اقصى مدى فيها. هيدي نقطة حتى ما نروح بموضوع مزيادات أو غيره. تاني نقطة بتمنى أكيد ما يكون بالجولف، لأنه خلينا نضل في شي مسيحة غدرة بهالبلد. فإذا ولا البد بده ينعمل معمل جديد، أول شي بدنا نشوف اليوم هيدي منا قصة كل منطقة بتقرر لحالها تعمل معمل كهرباء، إلا إذا فعلا هيدي استراتيجية الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية إنه تروح فعلا بإنتاج لمركزي للكهرباء. هل هيدا هو المطلوب؟ إذا هذا هو المطلوب هات لنفتش بكل منطقة كيف نعمل معامل وبأي طريقة هوين. أما اليوم أنه هيك نكب أفكار مثل ما هي، خلينا نرجع على الأساس أنه اليوم الدولة اللبنانية بحاجة تعمل معامل كهرباء. هذا كان صحيح بال 2010 وبال 2011 وبال 2012 وبال 2013 14 5 وكل سنة رح نرجع نعيد زيت الكرة لأنه في نقص بالإنتاج. نعم طيب هالقد حجم الموضوع. فأكيد اليوم ما عنا يعني كلها مصلحة انه كل واحد يعمل، يعني مش هيك على كل حال ماشي القصة انه كل واحد يعمل معمله. مش هيك ما لنا قصة بعدين وين الفكرة يعني انه نعمل معامل كهرباء. ما استفزكن هذا الكلام وتذكرتوا جلسة مجلس الوزراء اللي عارض فيها وزراء حزب الله انشاء معمل سلعاتة مثلا، لأنه هذا الكلام اللي عم تتفضل فيه حضرتك أنه إذا بدكم نعمل لمركزية خلينا نعلنها، كمان هذا الكلام وجه لكم لما كنتوا مصرين على إنشاء معمل سلعاتة. لا يعني معمل سلعاتة منه معمل له علاقة بمعزل عن هلأ، إذا يعني عن تفاصيله أنا مني يعني ملم بتفاصيل وحيثيات المعمل، بمعنى انه معمل بالمنطقه المسيحيه والذوق بالمنطقه المسيحيه وفيها معمل، يعني منا القصص. واليوم عم تطرح حضرتك انه معمل بالضاحيه يعني ملعب الجولف، انه مش كل منطقه بتحدد انه اذا بدك المنطقه تحدد اي معمل بدها او بدها معمل. خلينا نطرح على مركز، خلينا نتفق على شغله. شو استراتيجيه الدوله اللبنانيه؟ ما بعرف. خطة الدولة اللبنانية بتضاع، بدكم نعمل كل حلول مناطقية للكهرباء أو بدكم حلول مركزية للكهرباء؟ إذا ما نعمل حلول مناطقية للكهرباء، أوكي ينطرح موضوع معامل بكل منطقة، حقه يطرح بالضاحية وحقه يطرح من بده، وكل منطقة تطرح منطقتها. هل هيدا هو الحل؟ إذا هيدا الحل المعتمد هيك لنحكي بهالأساس، إذا مش هيدا الحل المعتمد مش كل واحد بيطرح معمل بمنطقته. بس هيك القصة. في دولة لبنانية، في وزارة، وفي حكومة هي بتعمل. شو موقفكم من العرض الإيراني؟ يعني اليوم ثمت من يقول أنه إذا بدها تجي الكهرباء من مين مكان تخليها تجي، نحن منرحب فيها لأنه نحن صار لنا 10 سنين موعودين بكهرباء 24/24 وصارت هلأ 0/24. أول شيء أنت عندك لنجزئ شغلتين، عندك مشكلة صارت اليوم مش بس بمعمل إضافي. أنت مشكلتك صارت أني حتى بالمعامل الموجودة يلي هي بتوصل لل 1400 ميجاوات ما بقى عندك قدرة تشتري فيول. هاي المشكلة، بلشي بالأول بهي، ضيفي عليها معامل جديدة أكيد لازم تعمليها تحصيل حاصل، ولو عملتيها بوقتها ولو مشيتيها على الغاز كان يمكن ما استهلكتي كل هالدولارات اللي منعوزها الاستهلاك السنوي. اليوم على 1400 ميجاوات ما عم نلاقي بعد مصاري حتى نقدر نجيب نشتري فيول ونعبي ونشغل المعامل الموجودة أوريدي على طاقتها. إذا بتزيديها بعد معامل إضافية وما رح تضلك مقارقة بذات المشكلة. اليوم لبنان انتقلنا إلى مشكلة مختلفة، كنا قبل عم نعاني من أنه ما كانت مقطوعة الكهرباء بس كان في لأنه قسم على الكهرباء لبنان وقسم على الموتورات. اليوم صارت المشكلة معممة إنما هي في الفيول والاستهلاك اللي رح نحتاجه للموتورات وللكهرباء لنقدر نمشي كهرباء 24/24. طيب فإذا اليوم في مشكلتين، في مشكلة إينية مرتبطة بأنه كيف بدنا نرجع كهرباء لبنان تنتج على القليلة هالساعات اللي فيها تعملها. نعم. في كاباسيتي إنتاج، في قدرة إنتاج موجودة. أوكي. ما عم تشتغل. طيب. يعني اليوم كهرباء لبنان عم تعمل. بس في اقتراح تاني. خليني أقول لك. عم يجي إنه الإيرانيين عم يجي يقولوا إنه هن مستعدين يفوتوا شراكة مع اللبنانيين بقطاع الكهرباء والنفط. كمان مشكلة. والمترو. خليني أقول لك شغلة. بس بدي أعرف رأيك بهذا. خليني أقول شغلة. هلا إيران
حقها تعرض اللي بدها اياه. شو رايك؟ ايه صح حقها و... مثل ما سيمنز مثل ما سيمنز عرضت ومثل ما جي اي مهتمه واذا في شركات ايرانيه مهتمه تهتم، مش هذا الموضوع. هلا هون بس مع ايران في اشكاليه ثانيه انه اذا قصه العقوبات الموجوده، واحد بده يدرس شو الامباكت على لبنان من وراها ستو، يعني اذا بتنفع بمحل رح تضرب محل، هذا التوازن اللي بده ينعمل. طيب عظيم، هيدي مشكله الدوله اللبنانيه بتبحثها، بس الفكره الاساسيه هلا مش مين يعمل المعمل، كلنا متفقين انه مين ما كان بيقدر يعمل معمل، تقنيات موجوده عالميا، مش هيدي الفكره. والصيني بيعمل معمل ومين بدك بيعمل معمل، الفكره مين؟ الفكره هي انه نحن كيف هلا حاليا بدنا نلاقي التمويل المناسب، اول شيء لنشغل المعامل الموجوده وثانيا حتى نعمل المعامل الاضافيه. طيب اكيد نحن بحاجه حكما الى معامل جديده، هذه وانا برايي كل يعني كل هالحاله انه دبروا مصاري بس حتى نمشي ونشوف كيف بدنا نمول الكهرباء، هيدي حالة خطأ، يعني هيدي اللي استنزفت ورح تضل تستنزف. بدك حل متكامل يلي يبدأ من عملية إعادة الربحية إلى كهرباء لبنان، أول شيء المعامل الموجودة تربح مصاري حتى ما بقى تخسر، هي تطلع مصرياتها، هي ما بقى تخسر إلى آخره إلى آخره. زيدي عليها أنه إذا اليوم بدك تعملي معامل جديدة بسيستم البي أو تي أو بحيالة سيستم تاني، نعم. طيب ما هيدا كمان بدك تلاقي له طريقة استعادة دفعه، إذا افترض إجت شركة هلا وقالت لك بدي أعمل لك هالمعمل بتدفعي له 20 سنة، ما هيدي كمان رح تطلب منك عاية سعر وبأي طريقة بدك تسكري، وأنت بالآخر الكهرباء رح تلمي أنت على الليرة اللبناني وبعدك عم تدفعي على الدولار، يمكن عم تدفعي على الفلوس. عم تقول مش المشكلة مين عم يعرض، المشكلة بالدولة اللبنانية أنها تعمل الخطة لحتى تعالج هيدا الموضوع. إيه بس زيد عليها إنه هلا الدولة اللبنانية كان عندها مشكلة بالخطة انه تعمل معامل، صرنا عم نضيف عليها هلا مشكله ثانيه انه الدوله اللبنانيه فقدت امكانيات تقدر حتى تدبر ما هو مطلوب لتشغيل المعامل الحاليه. واليوم عم نشوف كيف عم نضطر بين حاليا شو مطروح، ليش ما في كهرباء هلا؟ اول شيء ما بقى في مصاري بالكاد، هلا رجعوا اخذوا 100 مليون دولار من الحكومه من السلفه، مش هيك؟ هي ما في مصاري، واللي هو مش انه في حصار. لك اكيد ما في مصاري، شو لك ليش انت انقطع المازوت على لبنان؟ ايه انه ما في حصار، ما في حصار على لبنان بالمعنى المحروقات، اكيد ما في حصار، ما في حصار. العمر باي معنى في حصار؟ بالمعنى انه ممنوع تجيب مازوت على لبنان وفيول، مش ممنوع ولا امتى حدا منعك. اللي منعك هلا انه ما بقى معك مصاري، لانه كل الهدر والمصاري اللي راحت وما عاد في مصاري نشتري فيها. لا غير ما نرجع ندق. مزبوط انت عم تحكي صح، هذا الواقع. بس قصدي حلفائك اليوم بيقولوا لا، انه نحن بازمه كبيره بالقطاعات الحيويه لانه في حصار. لك هلا هيدا كلام جزء من كلام السياسي ولانه جزء من معركه سياسيه كبيره بالمنطقه. اذا عم نحكي بالمعنى الحصار المباشر، انت اي شركه اليوم ممنوع تجيب مازوت على لبنان او ممنوع تفوت فيها على لبنان؟ مين ممنوع؟ اللي مانعك انه ما بقى معك مصاري. طب السؤال ما نطرحه بمعزل انه ايه في عمليه اذا بدك تسكير كل الحنفيات على لبنان بالمعنى المساعدات، بس هيك لنشوف قدرات لبنان الذاتيه، مين روحها؟ مين روح كل هالدولارات؟ مش الحكومات؟ مش كل السياسات اللي انعملت تبع الدعم والهدر وكله يلي انعمل؟ هيدا مين شارك فيه؟ مش كلها هالقوى السياسيه؟ انتوا يعني كلنا قصدك؟ كلنا ايه اكيد، كلنا. بما فيها حتى الكوى يلي عم تقول اليوم كلنا قصدك؟ كلنا يعني كلنا قصدك، مش كلها هي الخيارات اللي انعملت. كلنا عم تقول حضرتك كل القوى السياسيه؟ كل انا عم اقول لك كلنا، يعني كلكم انتوا يعني حضرتك من اكيد كل القوى السياسيه ونحن منهم اكيد، يلي اليوم شاركت بالحكم تتحمل مسؤوليه بمكان ما، بمعزل عن مسؤوليات بالتفاوت او كل واحد شو مسؤوليته، بانه السياسات اللي اتخذت كانت سياسات ادت الى هلا. يمكن انتبهي هلا هون وين بميز انه يمكن نحن طرحنا باكثر من حكومه وقف الدعم للكهرباء، في قوى اساسيه ما بتقبل الا ما تضل دعم الكهرباء.